انت عندك قوه خارقه؟ ايوه. يعني انت تعرف تتني العمله بعينيك؟ معاك عمله اتنيها لك؟ للاسف لا، فلت يا ابن الايه؟ مع محظوظ. انت معاك؟ ايوه. الله، والنبي نفسي اشوف الحاجات دي. اتني لي عمله. ايه ده؟ دي ورق. دي ورق ومش عارف تتنيها. ايه يا استاذ منصف؟ ورق ومش عارف تتنيها كمان. اصل انا القوه الحقيقيه بتاعتي في ايديا دول. مالها ايدك؟ بتطلع نار؟ لا. امال ايه؟ لو كنت مسكت سواق التاكسي من القميص كده بتاعه كنت كرمشت له قميصه. يا ولا يا مرعب. لو مسكت له قميصه تكرمشه؟ كرمشه. ده اي مكواجي هيطلق القوه دي. النهارده ايه في ايام ربنا؟ النهارده الاثنين اجازه المكواجيه. يا مقفل انت القوه يا. امال ايه؟ جامد. يلا بقى انت روح حوشه وبطل الجبن اللي فيك ده. انا اروح احوش عمي؟ ايوه ده راجل كبير، روح حوشه. عمي راجل كبير؟ يا عم الراجل اللي بيتخانق معاه راجل كبير. بيتخانق مع راجل كبير؟ روح بقى. ده انا هحوشه وادغدغ له الراجل. جاي لك يا عمي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده في ثلاثه واقفين فوق بعض بيضربوا عمي. ايوه ما هو راجل كبير. انت قصدك راجل طويل ضخم يعني؟ ضخم. طب لا هروح. بطل جبن بقى. ايوه يا عمي هسيب عمي. ايوه روح يلا حوشه. ايوه طب هصلي العصر واجي حوشه. الساعه 10. الساعه 10 بالليل. ايوه الساعه هتصلي. طب جبان يلا، جبان يلا. هتروح شوف الناس بقى بتوع المناطق الشعبيه لما يتطوروا يلا. ايوه روح يلا. ايوه هو صبري انا مالي، انا اتضرب ليه؟ ايه شفت المنظر؟ الحزام ده عايز خرم كمان. بص الواحد كرشه والحزام ده. هو انا ترزي؟ ايه اللي عايز خرم؟ انت بتتلكك عشان ما تلحقش عمي. اه صح. تعال نروح انا وانت عشان نشجع بعض. ماشي. ايه على ايدك وقلبي على قلبك. يلا يلا يا ادمت. يلا بس بسرعه. بسرعه طبعا. يلا ما تجري يا جبان. ايه يا عم ده انا سابقك يا جدع. اجري شويه على الاقل. انا بعمل حركه، انت واقف مكانك عادي. انا ماليش دعوه بالموضوع ده. والنبي انا هطلع استخبى بره يا عم ومنك لعمامك، ماليش دعوه. طب عمي عارف ان انت هتيجي تقول لي؟ لا خالص. بس انا ما اعرفش حاجه. سلام عليكم. انا في الخبيني. سلام في الخبيني. آه. ماشي اتصبي. ماشي. خير يا عمي؟ انا كنت لسه جاي الحقك على طول. انتوا سبتوني اروح الحقه لوحدي. اما انت كنت بتحمري خدودك يعني. خلاص الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ايه اللي حصل؟ واد قليل الادب. معلش. ايه اللي حصل يعني يا بابا؟ واد قليل الادب. ايوه مصدقينك. ايه اللي حصل بقى؟ واد قليل الادب. ايوه واد متنيل على عين اهله. ايه بقى سبب المشكله يعني؟ واد قليل الادب. وانت هتقولها لي بكل الاداءات اللي في الدنيا؟ ايوه الواد قليل الادب. ايه اللي حصل؟ مفيش. ايوه ما يعني انا اصلي كنت عايز يعني ايه، افتكرت ايام ابويا الله يرحمه. جدي الله يرحمه. كان بياخدنا ويلففنا في التاكسي كده. ها الله. وانا قلت بقى نفسي اركب تاكسي زي زمان. انت عم رمضان تركب تاكسي؟ ماشي. واركب جنب سواق التاكسي كده وبعدين اقول له على جنب يا اسطى. ده احلى فيلم ليك ده. والله. ايوه يا عم انت قلت له على جنب يا اسطى. هو ده سبب الخناقه؟ لا. امال ايه؟ انا اساسا وصلني ها خدني في مشوار كده وجابني لغايه هنا. ها وما فيش حاجه. طب ايه اللي طلعك فوق السقف يا بابا؟ ما انا طلعت فوق السقف وانا بتخانق معاه بقى. ماشي. خانقت معاه. ايوه رحت طالع له فوق التاكس بتاعه. حلو ده. قلت له لو راجل اطلع لي. وهو قال لك ايه؟ قال لي لو راجل انزل لي. وانت قلت له ايه؟ قلت له لو راجل اطلع لي. وبعدين؟ قال لي لو راجل نزل. لا الاستعراض ده خلص على ايه؟ وده ليه الادب؟ يا حبيبي. معلش يا عمي معلش. ايوه برضه ما حكيتلناش ايه السبب ان انت طلعت له فوق التاكسي؟ ما هو انا بعد ما وصلني نزلت بحاسبه بديله 50 قرش. ايه؟ ايه يا بابا؟ ايه؟ 50 قرش يا بابا؟ 50 قرش. يعني كده كبرت؟ ما هي 50 قرش برضه. اي 50 قرشا يا بابا. 50 قرشا دي كانت زمان، دلوقتي بقت 50 جنيه. خاطي انا بنتي تقول لي 50 جنيه؟ انا اسفه. ما تربيتيش يا بنت ولا ايه؟ اوعي تكوني متفرجه على البرامج ال ها؟ ابدا. خلاص يا عمي يا عمي هي ما تقصدش. إيه بتقولي لابوكي؟ ايه اللي حصل؟ انا قلت ايه يعني؟ معلش اطلعي انت وانا احاول الم الفضيحه دي. معلش يا عمي لازم نلحق نلم الفضيحه قبل ما ال 50 جنيه تبان عليها. مش
انت اللي حسستني انها مصيبه. مشيت اهي مشيت. ايه احكي لي بقى بجد. ما هو ده بجد. اه انت اديت الراجل 50 قرش بجد؟ ما فيش، ده مشوار جابني من الهرم ها على وداني على الدق كده على المهندسين وجابني على وسط البلد بديله 50 قرش. بتدي له 50 قرش؟ هي المشكله مش في ده. امال ايه؟ انا بقول له هات الباقي. باقي انت جبار، انت عندك جبروت ابو الهول في شموخه. بتدي له 50 قرش وبتقول له هات الباقي؟ اه يا مالك. اداك الباقي؟ اهو ده الباقي كله. هو ده الباقي اللي على راسك؟ اه. والله الراجل عنده حق، ده لو واحد تاني كان قتلك يا عم. بطل بخل بقى. يا ابني مش بخل يا ابني، في فرق بين البخل والحرص. يا عم شعرايه يا رفيع. الشعرايه دي انت بايعها يا عم، ونبي خلينا ساكتين. بس الواد هدهد جاي، لو شاف الدم ده هيتريق عليك. حاج رمضان يا حاج رمضان. حاج رمضان عايز ايه يا هدهد؟ عايز فلوس. عايز ايه؟ فلوس. ها معلش يا عم ما يقصدش. يقول لي عايز فلوس. ما يقصدش. يلا فلوس. ايه يا فلوس؟ يا ده تعمل بيها ايه يا؟ عيش شبابي. وايه علاقة شبابك بالفلوس يا؟ يعني ايش؟ الفلوس دي مصاريف محتاجها علشان اطلع اقف في الشارع، اقف على الناصية، اجيب حاجة ساعة، عكس بنات. يا ده وايه علاقة ده بالفلوس يا؟ هتعاكس بنات بفلوس؟ يا ده وخلاص. ايه ما تناقشوش في الفلوس، عنده ردود. عنده رد على اه يعني هيعاكس بنات. عايز فلوس ليه؟ ايوه والله عندك حق. آه. اجيب حاجة ساعة. يا دي ساعة. يعني ايه؟ يعني ايه؟ والله ايوه ايوه الدنيا برد يعني. انا جايبها عشان ساعة. انت خايف على اللوز؟ انت مالك؟ عايز فلوس؟ سوس انت بتزعل. انت بتزعل. ما اللوز اهي مزعلة. يا حاج رمضان عايز فلوس. يا حاج ياد فلوس ليه؟ ياد فلوس ليه؟ امسك ايدك شوية. امسك ايدك شوية، انت بقيت مسرف. ايوه صح انت مسرف. بقول لك ايه، محتاج فلوس ضروري. ايوه محتاج فلوس يا حاج. خم الباقي اللي على راسه ده، اسمع منه، خم منه شوية وامشي. يا حاج رمضان بتكلم بجد. طب عايز اترقى. عايز ايه؟ اترقى. هي دي الطلبات دي هيمضي لك على الورقة عمي كريم. بس من يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بتعمل ايه؟ يعني اجيب عروسه واخزقها؟ هو انا ملبوس؟ انا بقول لك عايز اترقى مش هترقي. ياد ما انا رقيتك يا. هو انت بتشوف انهي ارخص وبتعمله؟ ياد ايه دي؟ مش عارف. مش فاهم. دي حاجه ما بينكم يعني سي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ وبيعملها بصباع واحد والله. مكسل يعملها بايده كلها. مش مكسل، بخل برضه. يالا انت ياد، مش لما شلت لي التلاجه طلعتها لي فوق، وشلت الغساله نزلتها تحت، ها؟ ورحت جبت لي فطار، مش انا قلت لك ربنا يكرمك؟ هذا هدهد اهو تصدق عليك بالكلمه. تصدق ايه؟ ده حتى دي قالها بصوت واطي. يعني ايه؟ اه يلا ياض ما تتكلمش معايا في الكلام ده خالص. يلا يعني ايه ما تتكلمش معايا؟ اتكل على الله ياض. ده الظلم ده. اتكل على الله ياض. كده؟ اه. طب هتشوف دلوقتي، تشوف اوضه ده بقى ايه؟ دلوقتي امتى؟ كمان ربع ساعة. ايه ده؟ غبي بيحرق الأحداث. ما يقول ايه اللي هيحصل كمان ربع ساعة؟ وات؟